بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوف مراجعة على الباب الثاني برضو اللي هو بمثل عنا تمثيل الحركة، تمثيل الحركة. الحركة أنواع، من أنواع الحركة في عنا حركة على خط مستقيم، في عنا حركة بنسميها دائرية، في عنا حركة حركة مهتزة. يعني أنواع الحركة، أنواع الحركة بنقول ثلاثة: في حركة مستقيمة، في حركة دائرية، في حركة اهتزازية. هذه أنواع الحركة من حيث المسار. طيب، في هذا الموضوع دائما أي حركة احنا لما بدنا نيجي نمثلها بنمثلها بمخطط، بنمثلها مخطط. هذا المخطط اللي كثير ناس مثلا شو ممكن يجي يسموه كروكي. احنا في عنا مشان تمثيل الحركة عدة طرق، منها مخطط بنسميه توضيحي، منها بنعمل نموذج بنسميه نقطي. وهذه الحاجات كلياتها لازم يكون في إلها نقطة أصل، نقطة أصل. طيب، في هذا الموضوع، في هذا الموضوع بهمنا نعرف، بهمنا نعرف بعض المصطلحات. من هذه المصطلحات في عنا المخطط التوضيحي، في عنا نموذج الجسم النقطي، في عنا نموذج أو نقطة الأصل، في الموقع اللحظي، الموقع المسافي، والكميات الفيزيائية، الكميات الفيزيائية. فمن هذه العناصر أو من هذه المصطلحات عندك في المذكرة اللي أعطيتكم إياها في الصفحة الأولى، في الصفحة الأولى في عنا الكميات الفيزيائية بتنقسم إلى قسمين: قسم بنسميه كميات قياسية، والآخر بنسميها كميات متجهة. الكميات القياسية الكميات اللي بتتحدد بمقدار فقط، والكميات المتجهة الكميات اللي بتتحدد بمقدار اتجاه. في عندك في صفحة رقم واحد في المذكرة اللي عطيتكم إياها، صفحة واحد في المصطلح أو رقم خمسة ورقم ستة كاتب لي كمية تحدد مقدار فقط. هذا تعريف إيش؟ نقول كمية القياسية. بعدها كمية تحدد مقدار واتجاه، هذا إيش؟ كمية متجهة. السابع في عندي بكل موقع الجسم في لحظة معينة، هذه بنسميها موقع لحظي، موقع لحظي. أي جسم متحرك، أي جسم متحرك طبيعي لما يتحرك في كل لحظة بيكون صار في مكان بيختلف عن قبله. فالمكان اللي بيكون فيه في نفس اللحظة بنسميه موقع لحظي. في عنا نقطة الأصل، نقطة الأصل هذه بنقول عليها
نقطة تكون فيها قيم المتغيرات صفر، نقطة بتكون فيها قيم المتغيرات صفر. طيب هذه من التعريف اللي لازم نكون حافظينها وبيجي التابع لها. في عنا مصطلحات أخرى مثلا مثل إزاحة، مثل تسارع، فالإزاحة رقم 9 عندك، بكل كمية عددية تصب بعد الجسم عن نقطة الأصل، كمية عددية تصف بعد الجسم عن نقطة الأصل، هذه بنسميها إزاحة. في 10 المصطلح العاشر، خط مستقيم يصل بين نقطة البداية والنهاية، هذه بنسميها برضو إزاحة. وأنا بقدر أفرق بين الثنتين 9 و10، حط 9 إزاحة أو بتحطها موقع، 10 حطها إزاحة. أي جسم لما يتحرك ممكن يتحرك بسرعة ثابتة، ممكن سرعته تزيد، ممكن سرعته تقل، فاللي بتغير سرعته بنقول عليه بصير في عنده تسارع. التسارع 3 أنواع، في عنا تسارع بنسميه لحظي، في تسارع الجاذبية، وفي كلمة تسارع عامة. التسارع تعني تغير في السرعة بالنسبة للزمن، تغير في السرعة بالنسبة للزمن، والتسارع هذا دائما قيمته أو وحدته متر لكل ثانية تربيع، متر لكل ثانية تربيع. طيب في عنا تسارع الجاذبية، تسارع الجاذبية اللي هو بيعني حركة جسم تحت تأثير الجاذبية فقط، حركة الجسم تحت تأثير الجاذبية فقط. والتغير في السرعة بالنسبة لزمن لحظي بنسميه تسارع لحظي. طيب في عنا بالنسبة للمخطط توضيح الحركة أو كيف نيجي من خط حركة جسم، ممكن نعمل له مخطط رسم، يعني في كل لحظة أو في كل فترة زمنية أجي أصور وين مكان هذا الجسم. لما أضع الصور متتالية يبدو وكأنه الجسم هذا متتالية ومر في هذه النقاط جميعها، هذا مخطط توضيحي. هذه أنواع التسارع إذن قلنا عليها. طيب عدا عن انواع التسارع في عنا الكميات الفيزيائيه، قلنا الكميات الفيزيائيه قسمين، كميات تتحدد بمقدار فقط وفي كميات تتحدد بمقدار واتجاه، كميات تتحدد بمقدار واتجاه.
فمن الكميات اللي بتحدد المقدار واتجاه، مثل ايش مثلا؟ مثل السرعة، مثل التسارع، مثل الإزاحة، مثل القوة. هذه كلها كميات متجهة، والكميات القياسية اللي بتتحدد فقط بمقدار، مثل ايش كميات تحدد فقط بمقدار؟ مثل كتلة، الزمن، مسافة، هذه كلها حاجات تحدد المقدار فقط. بالنسبة لنقطة الأصل، نقطة الأصل هذه بنستخدمها في النظام الإحداثي، النظام الإحداثي، يعني لما يتحرك جسم بده يقطع مسافة أو بده يتحرك بسرعة معينة، هذه السرعة وهذه المسافة تحتاج لزمن. فممكن أنا أجي أمثل علاقة ما بين السرعة والزمن أو المسافة والزمن. السرعة هذه بتيجي على محورين متعامدين، واحد أفقي بنسميه محور أفقي، والثاني عمودي بنقول عليه محور عمودي أو صادي. نقطة التقاطع بتاعتهم هي اللي بنسميها نقطة أصل، بنسميها نقطة أصل. نقطة الأصل إذا النقطة التي تكون فيها قيمة كل من المتغيرين صفر، بتكون فيها قيمة كل من المتغيرين صفر. يعني إذا بدي أمثل علاقة ما بين سرعة وزمن، في هذه النقطة بيكون الزمن صفر والسرعة مقدارها صفر. بدي أمثل علاقة ما بين مسافة وزمن، نفس الشيء، هذه نقطة الأصل. مثل لاحظ في عندك في صفحة 38، في صفحة 38 شوف هذا منحنى عنا عملنا إياه، شايفينه خط جاي من نقطة الصفر. شوف الخطين العموديين، واحد مثل مكتوب عليه موقع والثاني زمن، موقع وزمن، نقطة تقاطعهم صفر، هذه هي اللي بنسميها نقطة الأصل في صفحة 38. موقع الجسم في أي لحظة بنسميها موقع لحظي، بنسميها موقع لحظي. وهذا جدول، الجدول هذا بين لنا قيم الزمن والموقع في أكثر من وضع. هنا أنا بقدر أطلع هذا، بقدر أطلع من هذا الرسم، لاحظ، بقدر أطلع منه السرعة. إذا موقع الموقع والزمن نستخدم لإيجاد السرعة، لإيجاد السرعة. كيف بطلع السرعة؟ باجي باخذ الخط العمودي وبقسمه على الخط الأفقي. يعني لاحظ ميل الخط الأخضر اللي في النص، الميل هذا خلاه صار عندنا زي مثلث. العمودي وصل من وين لوين؟ وصل لفوق لعند 30 مثلا، الأفقي لعند 60. بقسم العمودي على الأفقي، العمودي على الأفقي هذا بنسميه
ميل، ميل الخط المستقيم. هذا الميل بيعطيني مقدار السرعة. إذن هذا اسمه ميل الخط المستقيم، ميل الخط المستقيم. إذا ميل الخط المستقيم هذا أعطاني أو نقدر نطلع منه مقدار السرعة. يعني أجي أقول لك مثلا في الثانية الثالثة أين يكون الجسم؟ باجي بشوف ثانية ثالثة، اطلع من عندها لفوق لعند ما تقطع الخط بتكون على 15. إذا الموقع بيكون 15. لو قسمت ال 15 اللي هي العمودية هذه اسمها موقع على الأفقية اللي هي الزمن 3، ال 15 على 3 تطلع 5، أي أن هذا الجسم يتحرك بسرعة مقدارها 5، يتحرك بسرعة مقدارها 5. طيب، وممكن نعمل احنا برضو غير عن ذلك، يعني نعمل محاور غير الموقع الزمن، سرعة وزمن، لكن بتكون لإيجاد حاجة أخرى. لاحظ في عنا في صفحة 39، في صفحة 39 هذا مثال، مثال رقم 1 بكل يوضح الرسم البياني المجاور حركة عداء. متى يصل العداء إلى بعد 30 متر؟ بده الزمن اللي بيوصل فيه لثلاثين متر عن نقطة البداية، وأين يكون بعد مضي 4.5 ثانية؟ من الرسمة، بص عليه من الرسمة، في المطلوب الأول متى يصل العداء إلى بعد 30؟ باجي على المحور العمودي اللي هو بعد، اللي هو موقع عند 30. هذه القراءة 30 لما نمدها على الخط الأخضر تتقاطع مع وين؟ عند التدريج رقم 6 على محور الزمن. إذا منقول يصل العداء إلى بعد 30 متر عند الثانية السادسة. بعدين بيقول لي وأين يكون بعد مضي 4.5 ثانية؟ بعد 4.5 ثانية شوف على محور الزمن، هذا على محور الزمن، روح على 4.5 اطلع فيها لفوق باتجاه الخط الأخضر، تقاطعت معاه. وين تقاطعت معاه؟ عند نقطة بتيجي أو بتقابل على محور الصادات الموقع عند النص. هذه النقطة تقريبا بتيجي 22.5، هذه النقطة بتيجي تقريبا نقول عليها 22.5. طيب أرجع شوي للكميات، أمثلة على الكميات القياسية والمتجهة. من الكميات المتجهة اكتبها، من الكميات المتجهة سرعة، إزاحة، قوة، تسارع، وزن.
اكتب من الكميات القياسية زمن، كتلة، مسافة، طول، حجم، كثافة، هذه كلها كميات قياسية. نلتقي إن شاء الله في حصة أخرى، والله يعطيكم العافية.